السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ معاكم زميلكم محمد عبد العال الفرقه 4 مدني. النهارده جاي اكلمكم عن ماده السويل اللي هتاخدوها في فرقه 3 مدني. هو لحد ما مفيش فرق كبير، لان هو ده مكمل للي انت اخدته في ثانيه، لكن هو مش مرتبط ارتباط كبير باللي انت خدته. يعني هو انت لو ما ذكرتش حاجه خالص في التسع شباب انت خدتهم في ثانيه، ممكن تجيب امتياز في ثالثه عادي. انت عندك كان تسع شباب على ما اعتقد في الفرقه الثانيه مدني، الى حد ما كلهم نظري، لكن عندك في ثالثه، وكل مواد ثالثه عموما متجهه ناحيه التصميم اكتر، فالى حد ما مش مرتبط ارتباط كبير. هو انت عندك السويل تاني اكبر مادة عندك في ثالثة مدني من ناحية الدرجات. يعني انت عندك اكبر درجة تقريبا الخرسانة 175، عندك السويل والهيدروليك 150. فانت عندك في السويل ميكانيكس 2 150 درجة في فرقة ثالثة، متوزعين على حسب 90 درجة للفاينل، 30 درجة اعمال سنة، وعندك 30 درجة شفوي. لكن ال 30 درجة الشفوي والاعمال السنة ساعات تتغير على حسب الدكتور نفسه وعلى حسب مجاميع الطلاب برضه. هو الستاف بتاع السويل لحد ما ممكن يختلف من السنة التانية، لكن كان عندنا السنة اللي فاتت كان مقسمين المنهج شباتر لكل دكتور. كان شباتر عندك في اول شابترين، هو شابتر الشير سترينس واللاترال اير سبريدر، عندك دكتور رانا تمام. عندك برضو في الشابترين التانيين اللي هو ريتيننج وول والشيت بايل، برضو عندك دكتور رانا دكتور مروه. عندك في اخر شابترين اللي هم اعتقد السلوب ستابيليتي والبرين كاباسيتي، عندك دكتور ابراهيم. بالنسبه لباقي الاستاف من ناحيه المعيدين، فانت عندك معيدين كتير، لكن اللي هو المفضلين بالنسبه للطلبه وبالنسبه للمذاكرات بتاعتهم، الناس بتذاكر منين بالظبط، عندك الباشمهندس احمد عبد العال، الباشمهندس احمد صلاح. ده دول اكتر ناس ملتزمين عندنا في ثالثه، وكان بينزلوا مذاكرات اول باول. يعني هو محتوى الماده زي ما قلت لك، عندك ست شباتر. اول شابتر الشير سترينز، تاني شابتر اللاترال ايرث بلير، عندك برضو تالت شابتر ريتينج وول، رابع شابتر الشيت بايلز، عندك برضو الخامس شابتر على ما اعتقد كان السلوب ستابيلتي، السادس شابتر كان البرين كاباسيتي. بالنسبه بقى لتفصيله الشباتر من جوه، انت عندك في شابتر واحد واثنين كلهم بيتكلموا عن الاجهادات. يعني مثلا في شابتر واحد بيتكلم عن الاجهادات العموديه، فبيتكلم عن الفص. في شابتر واحد الى حد ما طويل، فيفضل انك تذاكره اول باول، لان في موضوع معين مثلا بوينت معينه من اكبر بوينتات في المنهج كله اللي هو دايره مور، دي بتاخد وقت طويل جدا في الشرح وفي المذاكره بسبب الكيس كتير بتاعتها. فعندك في شابتر واحد زي ما قلنا الشير سترينز، وعندك في اللاترال ايرث سبريدر عندك اللي هو الضغوط الاجهاد الجانبيه، بتحسبها زي ما هتاخدوها. مش عايز اطرق بس الجوانب التكنيكال كتير، لكن بتحسبوا اجهاد كل طبقه منهم وبتجمعوا في الاخر. فالى حد ما الشابتر اثنين افضل كتير من شابتر واحد، ان مش رخم لدرجه شابتر واحد. بالنسبه لشابتر ثلاثه فالى حد ما هو سهل لان هو صغير، مرتبط ارتباط كبير بشابتر اثنين. عندك برضو شابتر اربعه اللي هو الستائر المعدنيه او الشيت بايلز، نفس النظام بالظبط بتاع الريتين جولز. هو كلها اللي هو اما بتحسب اللي هو معامل الامان الاف او اس، او ممكن يقول لك مثلا تشيك ستابيلتي اللي هو بتعمل تشيك للانزلاق وبرضه للسلايدنج، وبرضه بتعمل تشيك اللي هو البرينج كاباسيتي. في شابتر خمسه اللي هو انهيارات الميول، بتعمل بتحسب الاستابيلتي بتاع الميل معين وبتاخد تصنيفاتها. يعني مثلا التصنيفات دي معاك طول المنهج عموما، يعني انت في شابتر ثلاثه اربعه خمسه بتاخد تصنيفات لكل حاجه منهم، بس بتدرس حاجه معينه واحده بس.
عندك في التصنيفات مرتبطه معاك طول المنهج، يعني عندك في شابتر 3 و4 و5 كلها تصنيفات، يعني بتبدا بالتصنيفات وبعدين بتنتهي بحاجه واحده اللي هو يا اما بتعمل تشيك يا اما بتعمل ديزاين لحاجه معينه. تمام، التشيك زي ما قلنا للاستابيليتي، او ممكن اقول لك يطلب معامل الامان. في الاخر بتاخد افتتاحيه لفاونديشن رابعه اللي هو البيرنج كاباسيتي. البيرنج كاباسيتي معادله واحده تقريبا اللي هو بتاع ترزاجي، بس معاملتها كتير، لكن مع تكرار الحل انت بتحفظ المعاملات دي عن ظهر قلب، ما تقلقش يعني. الشابتر رقم 6 دي افتتاحيه لفاونديشن رابعه. تمام، بالنسبه للمنهج في العموم هو بيبدا بصعوبه وبينتهي بسهوله خالص، يعني انت لو اول شابتر هو الصعب بس، او مش صعب، هو كبير يعني. انت عندك الدكاتره بيطولوا فيه، المعيدين بيطولوا اكتر، وده علشان الطلب واستيعابهم اقل اصلا، ولسه داخلين السنه مثلا، لسه داخلين السنه اللي هو مرخمين شويه، مش بيحضروا، مش ملتزمين شويه، فالشابتر واحده بيطول، فده بيؤدي ان الطلبه مش ماشيه اول باول مع الدكتور، فبتتفاجئ في الميد تيرم ان هو مش خدوا اصلا غير اللي هو شابتر واحد مع المعيدين، ويتزنوا اصلا في شابتر 2، والمعيد بيزق معاهم شابتر 3، يعني شابتر 3 مش يعني الى حد ما ممكن يدخل معاك في الميد تيرم، ممكن ما يدخلش، فالمعيدين ساعات مش بيجيبوه فبيرموه على الطلبه، فيفضل انك تذاكر اول باول بالنسبه لشابتر واحد. هو تكاد نسبة النظر بالنسبة للمسائل تكون منعدمة، الامتحان كله مسائل حرفيا، قليل جدا لما تلاقي نظر كده وسط المسائل، ده بالنسبة للميد ترم والفاينل الاثنين. هو انا مش عايز اكذب عليك واقول لك ان السوق كله شغال على السوق بطريقة اللي هو بطريقة كبيرة، لكن يكاد ان كل مشروع ما فيش مشروع الا لما يكون السويل شغال فيها من بدايتها، يعني ما فيش مشروع لازم يكون اتعمل له تقرير تربه، ويعني ابتدوا بالتربه، ابتدوا بالسويل، فالسويل دي حاجه مهمه اصلا لاي مشروع، لكن بالنسبه اللي انت هتاخده في ثالثه اعتقد ما لهاش ارتباط وثيق بسوق العمل. ما فيش غير تقريبا شابتر 4 وشابتر 3، يعني شابتر 4 انت لو نزلت نفق عرابي اللي بتعمل في المحطه دلوقتي هتلاقي ستاير خوازيق اصلا موجوده هناك، يعني لو اتجهت ناحيه فاروق هتلاقي في منطقه محفوره هناك، وعلى اليمين وعلى الشمال في ستاير خوازيق سند، فهتاخد بالك منها. بالنسبه لشابتر 3 اللي هو الريتينج وول، اي كوبري مائي على جوانبه اصلا في ريتينج وول، في حاجات كتير اصلا انت بتقابلها ماشي على الطريق وفيها ريتينج وول برضه، فاعتقد دي المرتبطه يعني شويه بالسؤال بتاع ثالث. ما هو انا زي ما قلت لك يا هندسه، هو انت لازم تذاكر اول باول، وبالذات شابتر واحد لازم تذاكر اول باول شابتر واحد، يعني انت ممكن تجيب الثلاث شباتر هو 4 5 6 ممكن تجيبهم في اسبوع حرفيا، لكن شابتر واحد اللي ما فهمتوش اول باول مش هتحصله، مش هتذاكره، وهتمل منه اصلا، انت هتلاقيه كلام داش كتير، فهتمل منه في مذاكره الميد تيرم ومش هتقدر تذاكره في الفاينل، فيفضل انك تبقى عارف الكونسيبت بتاع الشابتر نفسه من اول السنه، فيفضل انك تذاكر اول باول. بص والله يا ناسا، هو السويل عموما يعني انت عندك الاستراكشر مثلا ممكن تلاقي في رخامه فيها شويه، الفلويد عندك كان في ثانيه بعدين رخمت شويه على ما اعتقد، لكن السويل نفسها ما فيهاش اي كرياتيفيتي، اللي هو انت اللي عندك المسائل كوبيست، مش في اي ابداع فيها، اللي هو انت لو حليت المسائل اللي في مذكرات تاكد انك هتقفل في الفاينل وفي الميد تيرم، فما فيش اي ابداع فيها اساسا. هو بص يا هندسه، هو انت عندك كم كبير من الفيديوهات اصلا مرتبطه بالمنهج بتاعك، يعني هو المنهج بتاع السويل ميكانكس 2 موجود في معظم الجامعات، فعلشان كده الداتا نفسها هتلاقيها كتير جدا على اليوتيوب، لكن بالنسبه لداتا الزقازيق نفسها او اللي بتشرحها عندك، فانت هتلاقيها على اليوتيوب عن طريق الباشمهندس احمد عبد العال، ودي اكتر باشمهندس ناس الزملاء بتتابعه، يعني عندك برضو الباشمهندس احمد صلاح
دي باش ده باشمهندس كويس جدا في الشرح وفي المذكرات يعني اعتقد هتحبوه جدا. برضه الدكتور رنا بترفع فيديوهات ليها خاصه بيها هي يعني بتبقى مسجله المحاضره اساسا وبترفعها اول باول مع المذكرات بتاعتها. ما هو انا زي ما قلت لك هندسه هو انت بتسيب نفسك في اول السنه فبتوه بعدين يعني انت يفضل انك تذاكر اول باول. الماده ما فيهاش اللي هو الكلكعه اللي ظهرت مثلا في تانية فيفضل انك تذاكر اول باول اول شابترين هما اللي هو بيكملوا معاك اصلا المنهج اللي بعد كده. هو ما فيش اي حاجه اقدر ازودها غير انك تتابع اول ماده اول باول في الماده لان هي ماده سهله جدا درجتها كتير يعني انت لو ضيعت الدرجات بتاعتها في المتر مش هتجيب تقدير. الناس اللي محتاجه تقدير وده يفضل للطلبه اساسا ان هي تركز مع تقديرها حتى لو تقديرك ضايع في السنين اللي فاتت فانت لسه عندك ثالثة ورابعة اعتقد ان انت ممكن ترفع تقديرك فيهم. المادة زي ما قلت هي سهلة و150 درجة مش شوية تعتبر من تاني اكبر درجة في المواد عندك فيفضل انك تجيب فيها تقدير والامتيازات سهلة فيها جدا يعني. وهكون معاك في الكومنتات لو في اي حاجة او في اي مشكلة الطلبة حابة تسأل عنها هرد عليها.